يلا بينا نراجع على الدرس الثاني اللي كان بعنوان Parler de son emploi du temps. أولا معنا الكلمات un emploi du temps. لو كنا بنتكلم عن مدرسة يبقى ده جدول حصص، أما لو بنتكلم عن أنشطة يبقى ده جدول مواعيد. un quart d'heure, un goût, un repas, un mois, un jour, un cours, un congé, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, le minuit, la nuit, une matière, une semaine, une langue, une année. Une activité, commencer, terminer, déjeuner, exprimer, aimer, préférer, détester, adorer, arriver, proposer, يقترح, scolaire, préférer, elle est صفة, moins, par jour, par semaine, pile, juste, pile, juste, par personne. ثم تعرفنا على الماتيير سكولير، المواد الدراسية اللي كان أهمها الماتيماتيك اختصرتها مات، لستوار إيست، la géographie, géo, la philosophie, philo, la technologie, techno, l'arabe, le français, l'allemand. ملحوظة مهمة أن جميع اللغات مذكرة. L'arabe, le français, l'allemand. Les sciences de la vie et de la terre. اللي هي بنرمز لها بـ SVT. إذن الـ SVT زيها زي CDE وزي TNE، دي عبارة عن سيجل وليست abbreviation. La chimie, la physique, l'éducation musicale, l'éducation physique et sportive. كذلك الـ EPS. Abréviation ولا sigle. Aïwa, bravo عليك. Sigle. L'éducation civique. التربية الوطنية. أيضا أخذنا في هذا الدرس أيام الأسبوع، le jour de la semaine، اللي في الأصل كنا واخدينهم في الترم الأول أيضا. وتعرفنا في هذا الدرس ان عندنا اون ايجيبت العمل بيبدا يوم السبت، عشان كده بنقول لا سيمين كومونس لو سامدي، اما لو فاندرودي فهي سي لو ويك اند. وفرنسا العمل بيبدا لا سيمين كومونس لو لاندي يوم الاثنين، le samedi et le dimanche c'est le week-end. حد هيجي يقول لي ازاي قلت سي لو ويك اند وكنت بتتكلم يا مسيو على سامدي وديمانش؟ هقول له كل اللي بيجي بعد سي يكون دائما في المفرد المذكر. نروح لايام الاسبوع اللي هي سامدي، ديمانش، لاندي، مغدي، mercredi, jeudi, vendredi. طيب هل ايام الاسبوع زي ما انا شايفها كده قدامي جايه مفيش اي حاجه قدامها؟ ايوه، لا تسبق ايام الاسبوع بحرف جر مطلقا. يعني اقول جي فرانسي لو لاندي، جي فرانسي لو لاندي. طب امال هو قدامها ايه؟ ده قدامها عادات معرفة.
طب أداة المعرفة هنا أفادت إيه؟ أفادت التكرار، إني أنا عندي كل يوم الاثنين عندي فرنسي. إذا جاءت أداة التعريف قبل أيام الأسبوع فإنها تدل على تكرار الحدث، يعني كما لو أنا قلت شاك لندي كل اثنين، le vendredi je suis au club. Chaque vendredi, je suis au club. D'accord. ودلوقتي يلا بينا نحل سوا هذه القطع. زي ما اتفقنا في الدرس الأول إن إحنا عندنا طريقتين لحل أسئلة أو قطع الكومبرونسيون. ممكن نبدأ نقرأ الأسئلة ونجيبلها إجابات من القطعة، أو نقرأ القطعة وبعد كده نروح نحل الأسئلة. هنا أول حاجة أنا بصيت عليها في القطعة عرفت إن دي عبارة عن مساج أو رسالة، لأنها من زوي ومبعوتة لبيير. طيب هبدأ كده أشوف أول سؤال بيقول لي زوي الريف أو ليسي، وأداني أربع اختيارات كلهم بيتكلموا عن الساعة. هروح فوق بيقول لي جريف أوليسي أويتر، يبقى إذا أنا هختار ب. الجملة الثانية بتقول لي زوي ديتست تكره، وكل الاختيارات اللي مدهاني عبارة عن أيام. هروح فوق وأشوف بيقول لي، رحت السطر الثاني لقيت بتقول جنيم با لو ميركودي، يبقى إذا هختار الإجابة س. Le lundi joué à deux cours. À deux cours. أداني ثلاث أسماء مواد. هكمل بيقولي le lundi j'ai deux cours de maths. يبقى إذا الإجابة الأولى. Joué mange. Mange تأكل. أداني اختيارات كلها أماكن. هشوف هي بتأكل فين. لو بتأكل في المدرسة يبقى هتبقى أو سيلف. هروح فوق هلاقي آخر جملة بتقول جو دي جن أو سيلف أ تريزر. فأنا كده اتأكدت من إجاباتي وجاوبت بسرعة جدا. ودلوقتي هنحل القطعة التانية بالطريقة عكس الطريقة الأولى. احنا حلينا القطعة الأولى بطريقة الأسئلة ونجيب لها إجابات، دلوقتي لأ هنقرأ القطعة وبعد كده نجاوب على الأسئلة. ليه بقول كده؟ بقول لك علشان لما تكون القطعة شكلها كده كلماتها كتيرة يفضل إن أنا أقراها علشان تبقى إجاباتي بسرعة أو أبقى متأكد كمان. هنا بيقول لي جو مابيل كامي، يبقى خلاص بتتكلم دي بنت. جي سيزون جو سويز إليف أو ليسي لابي، مدرسة السلام يعني. جي في au lycée tous les jours sauf le vendredi et le dimanche. Pardon, sauf le samedi et le dimanche. Je déteste le lundi car je commence le cours à 8h et je termine à 2h de l'après-midi. هي بتكره يوم الاثنين علشان الحصص بتاعتها بتبدأ من الساعة 8 وبتخلص الساعة 2 بعد الظهر. جي ست كور، عندي سبع حصص. كور دي فرنسي دي شيمي دونجلي دي اي بي اس دي جيوغرافي اي دي كور دي مات. اميدي جو ديجن او سيلف افيك مي كوبي. طيب انا كده فهمت القطعة كويس، يبقى هبدأ أجاوب على الأسئلة. يبقى كامي نا با دو كور، ما عندهاش حصص إمتى؟ لو فاندودي لو لاندي لو ماردي، أكيد لو ديمونش عشان هي قالت لو ساندي إي لو ديمونش. طيب كامي دي جون أ لا ميزون أو كلوب أو ليسي أو ريستورون، أكيد هي قالت أو سيلف. يبقى السلف ايه؟ هيساوي مين؟ ريستوران ولا الليسي؟ اكيد الليسي.
عشان الريستوران ده المطعم اللي هو خارج المدرسة. طيب لولاندي كامي ادكور دو، يوم الاثنين عندها حصتين ايه؟ قال دو كور دو مات، يبقى اول اختيار. لولاندي كامي ترمين سا جورني سكولير، بتنهي يومها الدراسي الساعة كام؟ قالت الساعة 2 بعد الظهر. الساعة 2 بعد الظهر يعني الساعة كام؟ يعني دو زور ولا كاتر زور ولا ويتر ولا اونزور؟ أكيد كاتر زور. بعد ما حلينا الوثيقتين، يلا حالا دلوقتي نتعرف على بعض. السيتياسيون اللي هناخدهم كنموذج نحل عليهم كمان مجموعة مواقف أخرى. يقول لي تون أمي فرانسي تو دوموند لو ويك إند أون إيجيبت تي دي، يبقى إذن هو اللي سألني وأنا اللي هجاوب، فهقول له لو فاندرودي سي لو ويك إند أون إيجيبت. تو دوموند أ تون أمي لو نومبر دو كور لو لاندي، يبقى أنا عايز النومبر دو كور يوم الاثنين. هو هيقول لي ايه؟ قال لي جي سي كور لو لاندي. ممكن يقول لي جي سي كور وممكن يقول لي جي سي زور، يعني ممكن يجاوب بالساعة وممكن يجاوب بعدد الحصص. تي دوموند ا تون امي فرونسي كان لا سيمين كومونس اون فرانس، يل دي انا سألت وهو ايضا اللي هيجاوب، فهيقول لي لا سيمين كومونس لو لاندي، عشان السامدي والديمونش الويك اند. بور اكسبريمي تي جو سكولير، يبقى للتعبير عن ميولك المدرسيه. تي دي هقول جيم لا شيمي. الموقف رقم 8 بيقول بور دوموندي اتونامي سنون بلوا دو تون، يبقى للسؤال او لسؤالك لصديقك عن جدول مواعيده او جدول حصصه. تي دي، يبقى اذا هنا انا عايز سؤال، هقول كيل ماتيير تي يا لو ماردي. بور دوموندي اتونامي لو نومبر دو كور، تي دي هنا بسأل على النومبر دو كور، يعني هسأل عن عدد، يبقى هقول كومبيان دو كور تيا اوجوردوي. لا ننسى زي ما قلنا في كومبيان دو، ما غلطش واحط بعدها اس وهكذا. تونامي تو دوموند، يبقى صديقك يسألك اكولور تا جورني سكولير كومونس تي دي، يبقى في أي ساعة يبدأ يومك المدرسي؟ تيدي تقول. ينفع أن أنا أجاوب وأقول له لو بخيميي كور كومونس لو ماتا؟ لا، ما ينفعش لو ماتا، عشان لو ماتا الصباح أو في الصباح ده وقت غير محدد بساعة. هنا الوقت طالما سئل عنه بأكولور يبقى لابد أن الإجابة تكون بها إيه؟ ساعة، يبقى أويتور دي ماتا، يعني ما ينفعش ان نقول كومونس لو ماتا. بور سانفورمي سور لو جور اون دي، يبقى للسؤال او للاستعلام والاستفسار عن اليوم نقول كيل جور سوم نو.